السنه دي او مع بدايه هذا الموسم مانويل انا اسف بيتسو اصل مانويل جوزيه ده في القلب، فيعني على طول هتلاقوا الاسم موجود. بيتسو موسيماني وهو في القلب برضه. بيتسو موسيماني بدايه هذا الموسم غير الطريقه من 3 4 من 4 4 2 او من 4 2 3 1 او من اي 4 3 3 زي ما حضرتك عايز تقول قول، وغير الطريقه ل 3 4 3 بمشتقاتها. ايه اللي حصل؟ ها قولوا بقى انتوا. كل فرق مصر دلوقتي بتغير ل 3 4 3، واكبر الفرق انا مش عايز اقول اسماء، ولكن كل الفرق تقريبا اللي بتلعب في البطولات الافريقيه الاربع فرق، الاهلي طبعا والزمالك والمصري وبيراميدز، الثلاثه بيلعبوا، المصري تقريبا نفس الكلام برضو بيلعبوا 3 4 3. بيراميدز النهارده بيلعب 3 4 3، الزمالك امبارح بيلعب 3 4 3. بقيه الفرق في الدوري بتقلب دلوقتي، بتخلي 4 4 2 وكل حاجه، ولكن بترجع واحد من نص الملعب اللي هو زي حمدي فتحي كده نفس الطريقه. محدش عنده حمدي فتحي طبعا، ولكن كله بيحاول ان هو يعمل هذه الطريقه. مفيش استوديو واحد في مصر يوحد، يعني مش عارف اقول ايه، مفيش استوديو واحد في مصر كلها يقول الكلمتين دول. ادوا الراجل حقه يا جماعه، ممكن يمشي على فكره اخر السنه، محدش عارف. في بعض الاخبار اللي انتشرت بتقول ان هو عقده انتهى واتفق النادي الاهلي، هل ده طلع برضه بين قوسين يعني؟ هل ده طلع رسمي على في المركز الاعلامي او من خلال قناه الاهلي؟ لم يحدث اي شيء حتى الان عشان نتكلم مع حضراتكم فيه. لم يحدث اي شيء رسميا ما بين بيتسو موسيماني والنادي الاهلي نقدر نتكلم فيه مع حضراتكم. اي قرار هيطلع صدقوني هيتم الاعلان عنه من خلال قناه الاهلي ومن خلال منصات الاهلي. منصات الاهلي الاعلاميه. كل الكلام ممكن تكون واحد عنده اجتهادات معينه او شروط او حاجات معينه او بعض المعلومات اللي هو عارفها فبيقولها، وممكن تكون عندي بس مش هقدر اقولها. فالحقيقه خلينا ننتظر الايام القادمه ايه اللي هيحصل في موضوع بيتسو موسيماني.